معي عبر الهاتف عادل الأزرق مدير مكتب الإعلام بمستشفى غريان. سيد الأزرق، أهلا وسهلا بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. في البداية سيد الأزرق، كيف حصل الحادث إن كان لديك أي معلومة؟ طبعا استيقظت اليوم مدينة غريان على فاجعة كانت كبيرة جدا الحقيقة، وهي حدوث حادث تصادم سير بمنطقة اسمها منطقة القضامة، تبعد حوالي 25 كيلو على مدينة غريان. الحادث هذا كان بين حافلة تقل بعض الموظفين التابعين لشركة نفطية اللي هي متخصصة في حفر وصيانة الأبار، وسيارة أخرى تنقل سيونات الأكسجين الخاص باللحام. الحادث هذا أدى إلى وفاة 13 شخصا، طبعا 11 الجثث كاملة، بينما 2 هم عبارة عن أشلاء يعني. طيب طبيعة الحادث، يعني هل كان هناك عوامل جوية أو تقصير من السائقين؟ يعني كانت لديك أي معلومة حول حدوث الحادث، يعني كيف تم؟ طبعا كما تعرف سيدي الكريم أن في هذه الأيام يكون هناك ضباب كثيف تقريبا في 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 مدينة غريان، لكن أعتقد أن سبب الحادث هو السرعة المفرطة للسائقين. كذا أقول لكل من شاهد الحادث، حتى التقرير المرور هو ناتج عن سرعة ربما سرعة تفوق 120 أو 130، وكان تصادم وجها لوجه بين السيارتين مما أدى إلى الحريق ووفاة كل الناس اللي موجودة، نسأل الله أن يتقبلهم إن شاء الله. طيب سيد الأزرق، يعني كان لديكم أي رسالة خاصة أنتم العاملون في قطاع الصحة حول بعض المواد التي تنقل على الطريق العام وتكون خطيرة وتنقل بطريقة غير ملائمة وغير سليمة؟ طبعا أول شيء نصيحتي إلى كل مستعملي الطريق غريان طرابلس، طبعا نعرف أن غريان هي رابطة ما بين منطقة الجبل والجنوب بمدينة طرابلس، كل السائقين سواء كان سيارات صغيرة أو شاحنات أو حافلات، نتمنى أن يتوخوا الحيطة والحذر، وخاصة في هذه الأيام نتيجة نزول الغيث النافع. أيضا عدم الإسراع أو عدم الإفراط في السرعة خاصة في الطرقات مثل هذا الطريق، هو عبارة عن طريق طبعا يكاد يكون فاضي من السيارات أو مختلف من السيارات، فتكون هناك سرعة. الشيء الثاني، كل من لديه حمولة بها مواد متفجرة المفروض يكون يستعمل فيها الأمان من ناحية الغطاء ومن ناحية الاطمئنان على الاستوانات اللي موجودة أو أي شيء قد يعرض حياة الإنسان للخطر. الحاجة الثانية، أنا أناشد وزارة الصحة بالوقوف إلى جانب مستشفى غريان الحقيقة اللي تنقصها بعض المعدات وبعض المستلزمات، خاصة في مثل هذه الظروف نحن نتعرض دائما لمثل هذه الحوادث، ولكن قلة الإمكانيات في مستشفى غريان قد تضعف من جهود كل العاملين بهذا المستشفى. نسأل الله التوفيق إن شاء الله لقناتكم الموقرة. أشكرك جزيل الشكر السيد عادل الأزرق مدير مكتب الإعلام بمستشفى غريان، كنت معي عبر الهاتف.